بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الوقفة التاريخية الأدبية مع بني تميم. هناك صحابية جليلة يقال لها هند أو هنيدة بنت صعصعة ابن ناجية التميمية الملقب بذات الخمار. قبل أن نقف مع قصة الخمار للتقريب لكم، هي عمة الفرزدق لأنها أخت غالب ابن صعصعة والد الفرزدق. هذه المرأة الجليلة رضي الله عنها كانت تعد نفسها وهي كذلك من أرفع بيوت العرب. قالت مرة: من جاءتني بأربعة كأربعة تحل خمارها عندهم أعطيتها صرمتي، والصرمة 40 ناقة. يعني هي تقول عندي أربعة من أرحامي من أعظم رجال العرب، من فيكم يا الحريم عنده مثل هالأربعة تقض خمارها عندهم؟ فأي وحدة من هالحريم عندها مثل هالأربعة شرف وفخر وجاه، أنا مستعدة أعطيها 40 ناقة. ولذلك لقبت هند أو هنيدة بنت صعصعة بأم الخمار مع هؤلاء الأربعة. فمن هؤلاء الأربعة؟ هذه وقفتنا. قالت: أبي صعصعة، وأبوها هو صعصعة ابن ناجية ابن مجاشع التميمي من أشهر بني تميم. المعروف عند العربي في الجاهلية أنه كان يدفن بنته حية، إما بسبب خوف العار أو خوف الفقر كما يزعم. وعادة دفن البنات أحياء المعروفة بوأد البنات لها قصة شهيرة عند العرب مع قيس بن عاصم المنقري التميمي. سبى النعمان بن منذر فيما يذكر بعض نساء بني تميم، ومنهن بنت لقيس بن عاصم المنقري. ذهب قيس ومعه جماعة من أعيان بني تميم إلى النعمان يريدون أن يفدوا بناتهم. فقال النعمان: نخيرهن، فمن أرادت أن تبقى عندنا وأن تتزوج تركناها، ومن أرادت أن ترجع رجعت. فقبلت كل نساء وبنات بني تميم الأسيرات عند النعمان أن يرجعن إلا بنتا لقيس بن عاصم المنقري. فغضب قيس بن عاصم المنقري غضبا شديدا وحلف ألا تأتيه بنت إلا ودفنها حية. وهنا بدأت عادة وأد البنات عند العرب في الجاهلية، لكن منهم من يأيدها خوف العار ومنهم من يأيدها خوف الفقر. وقيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه أدرك الإسلام وأسلم في السنة 9 من الهجرة، وكان من أعظم رجال العرب. لما توفي رثاه عبدة بن الطيب بقوله: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فلو كان هلك قيس هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. عرفنا عادة وأد البنات عند العرب. طيب، ايش علاقة هذا الموضوع بقصتنا مع هند أو هنيدة؟ كان والدها صعصعة ابن ناجية يمشي في سواد العراق ومعه ناقتان، فرأى أعرابيا وزوجته وابنتهما، وإذا بهذا الأعرابي مع امرأته يريدان أن يدفن ابنتهما حية بسبب العجز عن نفقتها. فقال له صعصعة: ما رأيك أن أعطيك إحدى ناقتي وتبقي ابنتك عندك ولا تعدها، لا تقتلها؟ فقال الأعرابي: بل بناقتيك. فوافق صعصعة وترك الناقتين والبنت عند الأعرابي ومضى. وبينما كان صعصعة يمشي استحسن الأمر، قال: هذا أمر حسن لم تفعله العرب. فصار يبحث عن كل بنت يريد أهلها أن يأيدوها فيعطيهم شيء ويترك البيت عندهم، حتى أحيى والله المحيي 100 وقيل 300 بنت. ولذا قال حفيده الفرزدق يمدحه: وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيدة فلم يؤدي. طيب، نرجع لهند أو هنيدة. قالت: وأخي غالب، غالب بن صعصعة والد همام اللي هو الفرزدق، غالب ابن صعصعة ابن ناجية ابن مجاشع التميمي من أشهر رجال بني تميم في زمن علي وقيل في زمن عثمان رضي الله عنهما. أصاب الناس قحط في الكوفة فخرجوا إلى الصحراء، فنحر غالب بن صعصعة للناس ناقة، ونحر سحيم ابن وثيل للرياحي للناس ناقتين. وسحيم ابن وثيل أو أثيل الرياحي من أشهر أعيان بني تميم، وهو صاحب البيتين: وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. وقد تمثل بالبيت الثاني: أنا ابن جلا الحجاج بن يوسف الثقفي لما ولي على العراق كما هو مشهور عنه.
المهم لما نحر سحيم ناقتين نحر غارب ثلاثة، فنحر سحيم أربعة، فنحر خمسة، فنحر عشرة، فنحر عشرين، حتى نحر غالب بعد ذلك 100 ناقة، فلم يستطع سحيم أن يجاريه وفاز بالفخر غالب. فكأن سحيما وجد ذلك في نفسه ولامه قومه، فلما رجعوا إلى الكوفة نحر 200 ناقة وأطعم الناس. علم علي رضي الله عنه بالخبر فقال: لا تأكلوا منها شيئا وأطعموها الكلاب، فإنها مما أهل بها لغير الله. يعني أن هذه النوقة التي نحرت ما قصد الناس بها إطعام الفقراء، وإنما أرادوا العجب والفخر والخيلاء. بنو مجاشع من بني تميم كانوا يتتبعون الكلأ ما بين الكوفة في غرب العراق إلى كاظمة في شمال غرب الكويت اليوم. وبينما كان غالب في المقر بالقرب من كاظمة في شمال غرب الكويت دفن ودفن هناك. والمقر احنا نسميها مغيرة، تقع في شمال شرق الكويت تقريبا، وهي غير أمغرة اللي كان فيها السكراب وهل الكويت يعرفونها. طبعا كاظمة في شمال غرب ومغيرة أو المقر في شمال شرق، وبينهما مسافة قريبة كما هو معروف. الفرزدق لما دفن أبوه في المقر أو مغيرة قال: من جاءني بتربة قبر أبي قضيت له حاجته. فكان كل واحد عنده حاجة، عند أمير، عند سلطان، عند غيره، يأخذ من تربة قبر والد الفرزدق ويذهب الفرزدق ويتوسط للفرزدق. فجاءت امرأة إلى الفرزدق وقالت له: يا همام، ابني خرج في جيش تميم بن زيد وليس لابن سواه، وهذه تربة قبر أبيك. فكتب الفرزدق قصيدة يمدح تميم بن زيد أحد قادة المسلمين في واسط، يقول فيها: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فيعيا علي جوابها، وهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لعبرة أم ما يسوغ شرابها. أتتني فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها، وقد علم الأقوام إنك ماجد وليث إذا ما الحرب شب شهابها. وقديما ما كان ينقطون خاء نقطة وتاء نقطتين، أول من نقط الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان، فما عرف تميم بن زيد عنده ستة يشمل يمكن خنيس، حبيش، جحيش، فأرجع الستة لشفاعة الفرزدق. ونرجع الهند بنت صعصعة أو هنيدة بنت صعصعة أم الخمار، وقالت: وخال الأقرع بن حابس، خالها الأقرع بن حابس أو فراس بن حابس، لأن الأقرع لقبه لقرع في رأسه، والعرب تفتخر بصلع الرأس. قال الشاعر: بنى المجد آباء لنا سلف، صلع الرؤوس وسيم السادة الصلع. قال معاوية رضي الله عنه: ثلاثة من السؤدد: صلع الرأس وانتفاخ البطن والغيرة على النساء. الأقرع بن حابس أحد الستة من وجهاء بني تميم الذين طرقوا الباب طرقا شديدا على حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لأن هؤلاء الستة من أعراب بني تميم كانوا ينادون: يا محمد أخرج إلينا يا محمد. الأقرع كان من حكماء بني تميم، ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شين، يعني إذا مدحت الرجل رفعته وإذا ذممته خفضته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك هو الله. ونرجع إلى هند أو هنيدة بنت صعصعة أم الخمار، قالت: وزوجي الزبرقان بن بدر. وزوجها الزبرقان بن بدر كان أيضا من أعيان بني تميم، وله قصة شهيرة مع الحطيئة حجاء العرب. أزعج الحطيئة الزبرقان وهو يطلبه فلم يعطيه، فقال الحطيئة: والله لا أهجو أنك، كان رح يجني. فهج الحطيئة الزبرقان بن بدر بقصيدة من أشنع وأهجى أشعار العرب، فقال فيها: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وفيها: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فلما شكى الزبرقان الحطية إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: ما أسمع هجاء؟ قال: سل حسان فإنه أبصر بالشعر. فاستدعى عمر حسان رضي الله عنهما، قال له: يا حسان، هل تسمع في هذا البيت هجاء؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي.
قال والله لم يهجه ولكن سلح يعني تغوط عليه يعني بالغ في الهجاء، فقال له اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يعني المطعوم المكسو، أنت مو أهل تطعم الناس وتكسوهم. فسجن عمر الحطيئة، فكتب الحطيئة أبياتا من السجن يتوسل إلى عمر ويذكره بأبنائه يقول فيها: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، غادر تكاسبهم في قعر مظلمة، فارحم هداك مليك الناس يا عمر. فأفرج عنه عمر وقال له: يا حطيئة، أشتري منك لسانك بثلاثمائة درهم، بس فكنا من هجائك، فكنا من شرك. لكن الحطيئة ما تحمل، بعد ثلاثة أيام رجع وقال: أقلني يا أمير المؤمنين، فلا صبر لي على الهجاء. وهذه قصة العبارة الشهيرة لهند أو هنيدة بنت صعصعة أم الخمار رضي الله عنها: من جاءتني بأربعة كأربعة تحل عندهم خمارها أعطيتها صرمتي، والصرمة أربعون ناب، أبي صعصعة وأخي غالب وخالي الأقرع وزوجي الزبرقان، أستودعكم الله.